لارا اسكندر موهوبة جدا جدا وفي حاجات كتير، بتعرف تغني وبتعرف تمثل وبتعرف كمان في الموضة، بتعرف في حاجات كتير قوي قوي. قابلتها كتير واتكلمنا كتير، لكن دلوقتي عندها تطور كبير، فهنتكلم معاها النهاردة ونعرف بقى ايه التطور الكبير ده وازاي عارفة تتعامل معاه. ازيك يا لارا؟ ازيك يا شيرين؟ اخبارك ايه؟ تمام كويسه الحمد لله. بقالنا كتير قوي ما تقابلناش. بقالنا كتير قوي، اخر مره كان من سنتين تقريبا الانترفيو بتاعنا. من سنتين حاجه كده، حاجات كتير قوي اتغيرت. صح مش كده؟ اول حاجه طبعا الف مبروك، انت دلوقتي بقيتي ام خلاص. ثانك يو. فاكره يا لارا انا اول مره اتقابلنا اصلا كنت لسه ما اتجوزتيش ولسه بعد ستار اكاديمي بشويه، وفي كل مره بنتقابل بيبقى في تطور من حاجه للتانيه للتالته. ايوه ببقى في فيز مختلفه في حياتي. ايوه بالظبط بالظبط. عايزاكي بقى النهارده تقولي لي ايه اخبار الامومه معاكي، عامله ايه، بتنامي، بتعملي ايه، ايه اللي بيحصل؟ بنام احسن من قبل كده، ده اكيد. طب الحمد لله بنتي بقت عندها يعني هتبقى عندها هتتم سنتين ان شاء الله، فبقينا ننام احسن. طب الحمد لله. بس مامتي قالت لي حاجه انا فاكره، قالت لي انت عمرك ما هتنامي زي ما كنت بتنامي وهتقعدي تقلقي على حد حتى لو هي قدامك. صح. فحياتي اتغيرت. صح دي حقيقه. بس بالنسبه لي الامومه احلى حاجه في العالم طبعا، يعني طبعاً. متعبه جدا، وخصوصا لو انت عندك حياه غير حياتك في البيت، لو بتشتغلي او وات ايفر، بس اتس ورث ات يعني. اكيد يعني اتس ورث التعب وقله النوم وكل حاجه. انا طب انت بتعملي كل حاجه بنفسك؟ بصي جوزي بيساعدني كتير قوي. الله سامعين يا جماعه، هي جداً. دي بقى الرجاله سامعين. جدا يعني جوزي بيحب يطبخ، فهو اللي بيطبخ لها يعني ايام كتير قوي في الاسبوع، يمكن اكتر مني. لا بتهزري؟ لا هيتحسد كده على فكره. احنا هندخل حته تانية بقى. بس هو فعلا بيساعدني قوي يعني في الحته دي. يعني بس انا بحب اعمل لها حاجات كتير قوي كده، معظم الحاجات كمان بنفسي. يعني يومك معاها عامل ازاي مثلا؟ يعني بنصحى بدري قوي طبعا. يعني ايه بدري؟ مهما نمت يعني كنا بنصحى الساعه 5 الصبح، دلوقتي الحمد لله بنصحى الساعه 6:30 7. ده كده الحمد لله. ده انا كده يعني انا كده دلوقتي عايشه يعني عايشه في نعمه يا حبيبتي. يا لارا يا حبيبتي يا لارا انا مبسوطه قوي، بقيت بصحى متاخر. بنصحى الساعه 7 الصبح، نلعب شوية، تاخد بقى her breakfast، ناكل وبعدين تلعب لغاية الساعة 1. لسه مش بتروح الحضانة، لسه هتدخل الحضانة بعد كام أسبوع، فأنا حاسة أن الموضوع ده هيختلف بقى، هيغير شوية طبعًا من حياتنا طبعًا. بس عندها صحاب كتير قوي عايشين يعني جنبها نفس السن، فبنعمل بروجرامات بقى الامهات كل يوم عشان بنزهق طبعا عشان يتسلوا. بنزهق في البيت كمان، مش ما ينفعش تونسوا بعض انتوا كمان. بس كل يوم بقى في حاجه جديده تتعمل بقى.